العلاقة مع التحالف في المناطق المحررة بحاجة إلى تصويب. إشارة حكومية أزاحت الستار عن استمرار التوتر الخطير بين السلطة الشرعية المنفية قسراً والإمارات التي تتحكم بالمشهد العام في العاصمة المؤقتة إلى حد كبير. جاء ذلك على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، موضحاً في كلمة له أمام مؤتمر للخطباء والدعاة بمحافظة عدن عقد الأربعاء أن السلطة الشرعية تسعى لهذا التصويب الإيجابي. ثمة حقيقة أعاد الوزير الميسري تأكيدها بوضوح، ومفادها أن وزارة الداخلية وأجهزتها ليست المتحكمة الوحيدة في المشهد الأمني بالعاصمة المؤقتة، لأن هناك من يشاركها وينازعها، في إشارة واضحة إلى الحزام الأمني وغيره من التشكيلات الأمنية الأخرى التي تعمل بعيداً عن نفوذ الحكومة. لسنا المتحكمين وحدنا في المشهد الأمني، هناك من يشاركنا، هناك من ينازعنا، ولكننا سائرون بفضل الله سبحانه وتعالى، ولدينا الإصرار والعزيمة على أن تكون إجهزة الدولة الرسمية هي صاحبة القول الفصل والوحيد في السيطرة الأمنية. اللافت في الرسالة الكاشفة عن طبيعة التوتر المستمر في العلاقة بين الشرعية والإمارات أنها جاءت مقترنة بتعهد من الوزير بعدم السماح بمحاربة مهمة الخطباء والدعاة في عدن تحت أي مظلة كانت. ولن تغلق مدارس التحبيب، ولن نسمح بأن يتم محاربة الدعوة تحت أي مظلة كانت لثقتنا في من يقومون على هذه المدارس. في المساحة الشائكة نفسها قرر الوزير الميسري مواجهة النفوذ الأمني للإمارات والذي تمارسه التشكيلات المسلحة المنضوية تحت نفوذها وإرادتها وتمويلها بعد أعوام من الفوضى والإرهاب اللذين حصد العشرات من الدعاة والسياسيين والنشطاء والقادة العسكريين والأمنيين. الوزير الميسري أزال اللبس عن موقف الحكومة حيال هذه الجرائم بتأكيده أن الاستهداف للدعاة والخطباء والأئمة ليس فعلاً عبثياً بل استهداف ممنهج ويسير بشكل منظم وهناك من يدعمه. 7 أشهر من الهدوء على جبهة المواجهة السياسية بين السلطة الشرعية والإمارات لم تكن كافية لتبديد الشكوك بشأن الدور الخطير الذي تؤديه الإمارات في سياق سعيها لتقويض السلطة الشرعية للبلاد وتكريس وقائع جديدة قوامها النفوذ الخارجي المحمول على دعوات التشطير والتقسيم من كيانات تدعمها الإمارات وترعاها بوضوح كوضوح الشمس في رابعة النهار.